مشاهدينا، إذا الأولوية للحدث في هذه الأثناء يصل إلى أرضية مطار هواري بومدينة الدولي. رئيس تونسي قيس سعيد يستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستكون يوم غد السبت في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. بعد اللحظات سيستمع رئيسان وفي هذه الأثناء لكل من النشيد الوطنية للتونسي والجزائري. وكما نتابع في هذه المشاهد على المباشر من مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس التونسي قيس سعيد. استمع رئيسان للنشيدان الوطنيان للجمهورية التونسية والنشيد الوطني الجزائري. نذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل الآن بأرضية مطار هواري بومدين الدولي سيشارك في القمة السابعة للدول المصدرة للغاز يوم غد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. قبل قليل كذلك كان قد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كذلك وصل اليوم إلى أرض الوطن للمشاركة في القمة السابعة للدول المصدرة للغاز كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وكذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. في هذه الصور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، كما تشاهدون إذن في الاستقبال كبار المسؤولين الجزائريين وكذلك التونسيين. قدمونا تحية لكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس التونسي قيس سعيد. الوفد التونسي إذن الذي حل أيضا بأرض الوطن رفقة رئيس التونسي قيس سعيد الذي سيشارك يوم غد في القمة السابعة للدولي لمنتدى الدول المصدرة للغاز. إذن القادة قادة العرب يصلون تباعا إلى أرض الوطن. كان في استقبالهم
رئيس الجمهورية. نعيد ونذكر أنه وصل إلى أرض الوطن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، كذلك الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في القاعة الشرفية، وعلى المباشر الرئيسان إذن يتواجدان بهذه القاعة.